في الحاج الروسي راجل قذر. ممكن يا اخي تهوى تسيبوها؟ روح محلك يا جدع انت في سله. ممكن اخوها تبعد عن طريقنا ولا اقطعك؟ البي معاه مطوى مش هفيدك قوي في الموضوع ده. تصبحوا على خير. طيب مدام حضراتكم جيتوا استأذن انا بقى. استنى. نعم. رايح فين؟ ماشي. ماشي ازاي؟ ماشي كده. لا ده انت لازم تيجي معانا القسم كده. ها ايوه بس انت الشاهد الوحيد على اللي حصل ولازم نثبت الكلام ده في محضر رسمي في القسم. ايوه ما لا 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 ما تخافش مش هعطلك كتير، دي اجراءات لازم تتعمل. اتفضل اتفضل اتفضل. اسمك ايه؟ مدبولي عبد ربه. تشتغل ايه؟ نجار. وانت؟ منصور السيد ميكانيكي. معاك قطاط؟ ايوه. لو سمحت ممكن بطاقتك. بطاقة ازاي يعني؟ بطاقتك الشخصية؟ لا انا معيش بطاقة. طيب باسبور، رخصة عربية، اي اوراق يعني؟ لو على اي اوراق انا معايا تذكرة اتوبيس. افندم قصدي انا معيش يعني بطاقه او اي حاجه من الحضور بتقولها. تسمك ايه؟ الله ما ترد ولا مش عارف اسمك كمان. ايوه ايوه. ايه؟ ايوه انا مش عارف اسمي. في حد في الدنيا ما يعرفش اسمه؟ انا. ليه؟ مو انا لو عرفت ليه كان من باب اولى. عرفت اسمي ايه؟ طب ما تعرفش انت ساكن فين كمان؟ تفتكر سعادتك واحد مش عارف اسمه هيعرف هو ساكن فين؟ بقول لك ايه؟ انا ما بحبش اللف ولا الدوران. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انا ماليش حكايات. انا كل اللي اعرفه ان انا كنت ماشي في الشارع لوحدي مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين. كنت بحاول افتكر يعني. بعدين حصل اشتباكنا انا والزملاء وحضرتك وصلت وكده وحضرتك انت والقوة فجبتنا هنا كده. طب اقعد اقعد. تظهر حكايتك كبيرة قوي. الحمد لله.
بعده لو سمحت، عشان خاطر انت لازم تساعد وتقف جنبه. هعمل ايه بس يا مان؟ ما انت بتقولي انهم حاجزين ومش تابعين انه يكون مجرم خطير. مهما كانت حقيقته لازم تقف جنبه يا بابا وتساعده. ده هو الوحيد اللي انقذني من الناس دول، ولولا كان زماني دلوقتي بقيت تحت رحمتهم. بابا عشان خاطري، حضرتك من اكبر رجال القانون في البلد واكيد هتقدر تساعده عشان خاطري يا بابا. وفي الحقيقه اشتباهنا فيه كان مجرد اجراء طبيعي تجاه شخص ما قدرش يثبت لنا هو مين، لكن بعد عمل البحث والتحريات اللازمه تبين انه بعيد تماما عن اي شبهات، وتاكدنا فعلا انه فاقد الذاكره. طيب ايه الاجراء اللي هتتخذوه معاه في الحاله دي؟ هو طبعا مفيش سبب يخلينا نفضل محتجزين هنا، لكن الاعتبارات الانسانيه بتفرض علينا ان احنا نتحفظ عليه، نرعاه ونتولى علاجه. احنا هندخله مستشفى الامراض النفسيه، وهنعمل نشره عامه لجميع المحافظات عشان نتعرف على اهله او اي حد من معارفه من خلال بلاغات المفقودين. طيب ما دام الامر كده، انا مستعد ادخله مستشفى خاص واتولى رعايته وعلاجه على حسابي وتحت مسؤوليتي. لا يا دكتور عبد الحميد، انا مستحيل اقبل ادخل مستشفى مجانين. يا ابني يا ابني، دي مستشفى امراض نفسيه مش مستشفى مجانين. وبعدين انا تعهدت للبوليس باني اعالجك وارعاك تحت مسؤوليتي. انا مش مجرم، انا مش مجرم او قاصر عشان حد يبقى مسؤول عني. يا سيدي محدش قال كده خالص، بس على الاقل لازم يبقى في حد واقف جنبك في الازمه اللي انت فيها دي، على الاقل لغايه لما تعدي. والجميل اللي انت عملته فيا وفي بنتي، الجميل الكبير ده بيحتم عليا اني اقف جنبك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. لو حضرتك عايز تساعدني بصحيح، سيبني امشي من هنا فورا. هتمشي تروح فين بس؟ اي حته، اي مكان، ارحم من اني اتحبس في مستشفى مجانين يا ناس. خلاص بلاش مستشفى، اعتبر البيت ده بيتك، واديك قاعد معانا لحد ما نفكر في الموضوع ونشوف هنعمل ايه. وانا شايف ان اول خطوه لازم ناخدوها ان احنا نحاول ندور على حد من اهلك او قرايبك. ندور عليهم ازاي؟ بيتهيألي ان احسن طريقه اننا ننشر صورتك في الجرايد ونطلب من اللي اتعرف عليها انه يتصل بينا، واكيد حد من اهلك هيحاول يكلمنا خلال يوم او يومين. مش معقول، هو ده. بونجور حسني. اهلا يا صاحبي، خلصت مشاويري؟ ايوه. انت خلصت شغلك؟ انا خلصت شغلي. طب يلا بينا. قريت المكتوب ده؟ لا. طب خد بقى. أنا دكتور حسان أبو العنين، خريج كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا، وحاصل على الماجستير في الأمراض النفسية والعصبية. أهلا وسهلا دكتور حسان، إحنا تشرفنا جدا. يا فندم، ده أنا اللي تشرفت بمعرفة جهبذ من جهابذة القانون، وأستاذ تخرجت من تحت يديه أجيال وأجيال وأجيال. يا أستاذ حضرتك قلت إنك جاي عشان موضوع خاص بيا، ممكن تدخل في الموضوع؟ أنا هخش في الموضوع. أنا بحضر رسالة الدكتوراه، والرسالة بتاعتي بتدور حوالين فقدان الذاكرة. أنا لما قريت الخبر في الجرنان قلت هو ده الشخص اللي أنا محتاج له، لأن الحالة اللي عندك هي نفس الحالة اللي بحضر فيها الدكتوراه. يعني حضرتك جاي تدرس وتتعلم فيه؟ لا أتعلم إيه؟ أنت ليه خدت الموضوع بالشكل ده؟ ده حتى المثل بيقول يا بخت من نفع واستنفع. بقول لك إيه؟ حضرتك تاخد بعضك كده وتشوف لك حيوان تاني تتمرن وتجرب فيه. عن اذنك. يا كابتن، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا دكتور، الجدع ده زعل كده ليه؟ ده انا جاي وقاصد مصلحته. اصل بصراحه يا دكتور كمان، احنا كنا متخيلين انك هتدينا معلومات عنه، على الاقل تخلينا نعرف هو مين. العلاج الحقيقي انه يسترد الذاكره، مش يعرف معلومات عن نفسه. يا دكتور عبد الحميد، انت رجل علم وعارف قد ايه انا محتاج للشخص ده. مش كل يوم هقدر الاقي واحد فاقد الذاكره، واقسم لك بالشرف العلمي ورحمه امي الغاليه ساطبق عليه احدث نظريات العلاج من الناحيه الفسيولوجيه والسيكولوجيه. بس ارجوك ارجوك اقنعه، خليني اعالجه. على اي حال يا دكتور، احنا هنحاول نقنعه
وهنبقى نتصل بيك اذا توصلنا معاه الى شيء. متشكر متشكر جدا جدا. طب استاذن انا. شكرا. ميرسي قوي. وبالمناسبه المؤاخذه ده الكارت بتاعي وفي نمره التليفون. ده تليفون البيت؟ لا هو بالتحديد بتاع الواد برقوق الجزمجي اللي ساكن تحتينا. لا هما بيندهولي على طول يعني. أسوأ الفروض ما لقيتنيش تسيب لي مسج مع برقوقة وهو هيجيبهولي على طول. انتوا بتصدقوا الراجل المهبوش في مخه اللي قاعد تحت ده؟ ده محتاج علاج اكتر مني. ايوه انا معاك فعلا ان شكله طريقه كلامه مش قد كده بقى. لكن برضه مش هنقدر نلغي انه على درجه كبيره من العلم. اسمعني، كون ان هو بيحضر دكتوراه في حالتك انت بالذات فده معناه انه هيهتم بيك وهو بيعالجك. وانت محتاج دكتور متخصص لانك رفضت تروح المستشفى، ومش معقول هنسيبك من غير اي علاج بالشكل ده. انا عارف ده كويس، وعارف كمان قد ايه انا محتاج للعلاج عشان اخلص من الكابوس اللي انا عايش فيه، اشيل الغمامه السوداء اللي قدام عقلي وعينيا. مهما وصفت لك مش ممكن هتتصوري حاله الانسان اللي عايش في حالتي. كفايه اني عايش وسط العالم ده كله مش عارف انا مين، رايح فين، جاي منين، ليه اهل ولا ماليش، اهلي دول لسه بيدوروا عليا ولا خلاص فقدوا الامل انهم يلاقوني. طب هم مين، فين مكانهم، امتى وفين وازاي ومين. مليون علامة استفهام بتدور جوه عقلي، بتمر قدام عينيا، عارف لها حل ولا لاقي لها اجابة. ما علشان كده لازم نعمل حاجة. أنا متأكدة إن الدكتور ده هو اللي هيقدر يساعدنا. وإذا يا سيدي علاجه ما جابش نتيجة يبقى نشوف غيره. مش هنخسر حاجة. إحنا هنبدأ الأول بالكشف العادي. الروتين يعني. اتفضل معايا. اتفضل. اهلا وسهلا. ريلاكس ريلاكس. عنك انت عنك. ايه خلاص يا دكتور عشان اتفضل. ريلاكس. عايزك تبقى ريلاكس خالص. عايزك تثق فيا وتسلم لنفسك. سلم لنفسك. مش وش يا دكتور، انت بتنفخ عجله. هايل عظيم جدا، ضغطك عادي جدا، ولا شاب عنده 20 سنه. ده هتكشف اللي هتقول. حلو يا دكتور، انا بطمنك على صحتك يا راجل. اتني لي رجلك. حسان انا مش قال محدش يخش عليا وانا بكشف. انا بكشف. المريض اللي في اوضه 13 هرب. ما يهرب ولا يتفلق. ما هو اصل هيقول لي ما هو اصل. اخرج بره واقف الباب وراك. مش عايز اي حد يزعجني وانا بكشف. انا بكشف حاجه تقرف. هو واضح من الفحص المبدئي ان مفيش اي خلل لمراكز الذاكره في المخ. يعني مفيش سبب عضوي لحاله فقدان الذاكره اللي عندك. علينا دلوقتي ان احنا نبحث عن السبب النفسي. انت اكيد اتعرضت لازمه شديده او صدمه عنيفه اثرت فيك. ده خلى العقل الباطن او اللاشعور يفقدك الذاكره. وده ليه؟ عشان يحميك من الاثر السيء اللي ممكن تسببه لك الصدمه دي. حسام انت مروح؟ ايوه. طيب وانت مروح بخطف رجلك اعمل لك رسم مخ انت كمان. نعم. صدقني يا حسان انا عارف انك محتاج الحكايه دي قوي، والامر ما يسلمش، جايز يكون في عندك برج ضارب، مركز مفوت. حلوه قوي برج ضارب. يا سلام ما عجبتك. على فكرة رغم البلاوي السوداء اللي انت فيها دي لكن انت بتتمتع بروح الدعابة. انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. روح اكشف اكشف، لا حرج ولا ضرر ولا جناح. هو بيني وبينك يعني في زميل عمل الحكاية دي من كام شهر. النتيجة كانت ايه؟ رهيبة. يا سلام. صدقني ربنا ما يوري عدوينك.
انت طلعت حدوته يكرم عليك. فعلا اللي يبص لبلوه غيره تهون عليه بلوته. عموما انا متاكده ان خلال يوم او اتنين ان شاء الله هيتصل بيك حد من معارفك او قرايبك، وده اكيد هيساعدك في العلاج طبعا. وده الى حد ما، بس الاساس في العلاج هو اللي انا بعمله. والله يا حسان انا خايف تغرقني اكتر ما انا غرقان. اغرقك؟ معلش انا عارف انك مش واثق في قدراتي الفيسيوسايكولوجيه، لكن بعد كده لما تخف هتعرف مين هو الدكتور حسان ابو العينين، وتتمنى انك تفقد الذاكره عشان اعالجك من اول وجديد. طيب طيب انا هتمنى ان انا افقد الذاكره عشان حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان انا انساك شخصيا. انا قصدت استنى اليومين دول لحد ما اتاكد من الموضوع اكتر، وبعدين اعمل مكالمه لقبرص. وتاكدت؟ ايوه. طب هنقابل دكتور عبد الحميد ده امتى؟ من بكره الصبح هروح انا وانت على هناك. مها ممكن اسالك سؤال؟ اسال. انت مرتبطه؟ طب ممكن اعرف ايه اهميه السؤال ده بالنسبه لك؟ لانك بقيتي كل حاجه بالنسبه لي. انت الانسان الوحيد اللي ليا في الدنيا اللي بتربطني بيها صله. بسرعه الاحساس ده بقى جواك من ناحيتي. يعني احنا ما نعرفش بعض الا من فتره قليله قوي. الزمن ممكن يبقى له اهميه بالنسبه للناس كلها، لكن بالنسبه لي انا زمني وعمري بداوا لحظه ما شفتك. عشان كده احساسك ممكن يتغير في اي لحظه، على الاقل من ساعه ما هتعرف انت مين واصلك ايه. لا 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 ما اعتقدش. المنطق والعلم والعقل بيقولوا كده، بس القلب بيقول غير كده. اذا كان عقلي فقد الذاكره فما افتكرش ان قلبي فقد الاحساس، لانه حبك. يا ابني الايه كل ده يطلع منك احساس عاطفي متدفق نتيجه شعوره بالوحده والضياع وعدم الانتماء، براعه في استخدام الالفاظ الرايقه والعبارات الحنينه. امال كنت فين من ساعه ما اختفى؟ انا كنت في لندن بخلص شغل، وسحر كانت في شقتهم في اسكندريه، وشريف اصله كان مفروض مسافر قبرص عشان يخلص عملية خاصة بالمكتب بتاعنا هناك ويرجع مصر قبلية، ولما جيت ما لقيتوش اتصلت بيه في قبرص قالوا لي انه ما جاش خالص، ومن ثلاث ايام فوجئت بصورته في الجورنال، قلت نيجي عشان نشوفه ونتاكد ان هو فعلا. ما جاوبتنيش على السؤال اللي سالتهولك، انت مرتبطه؟ انا لا، بس المهم انت. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا ما نعرفش اي حاجه عن ماضيك، يعني ببساطه ممكن تطلع انت اللي مرتبط في الاخر. لا لا ما افتكرش. انا واثق ان قلبي لو كان في يوم من الايام فكر انه يرتبط فكان هيرتبط بيك انت برضه. ثانية واحدة. يا حسين يا حسين انت بتصنت عليا؟ معقد جدا. ايه بتصنت ايه؟ بتصنت ايه؟ انا بدرس بدرس تصرفاتك وانفعالاتك في كل الاحوال، ده هيفيدنا جدا في علاجك. زهقتني في عيشتي. بعد استماع دي بعتني عشان بقول لكم اتفضلوا عشان في جماعه جايين يسالوا على الاستاذ. شريف حبيبي وحشتني قوي حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا شريف. كده تشغلنا عليك في الدرجة دي؟ طب اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا اتفضل. تعال يا شريف تعال. مها بنتي، الدكتور حسان اللي بيعالج شريف، الاستاذ حسني ابن خالته، مدام سحر مرات شريف. ايه مالك يا شريف انت تعبان؟ لا ابدا مفيش حاجه، ده رد فعل طبيعي للموقف. ايه اللي حصل؟ هي الحاله رجعت لك تاني؟ ايه ده، هي الحاله دي جات له قبل كده؟ ايوه. امتى؟ من سنة ونص. واستمرت عنده قد ايه؟ حوالي شهر. كان ايه السبب؟ ما اعتقدش انه في لازمة اننا نفكره بحاجة زي دي دلوقتي. ازاي بقى؟ لأن حالة شريف ما تستحملش اننا نقلب عليه مواجع كلنا بنحاول ننساه. بالعكس،
احنا لازم نقلب عليه المواجع عشان نخليه يفتكر. مستحيل وهو في الحالة دي نصدمه بمقاسي ونفكره بمصايب، لان الحاجات دي هي اللي عيتها حضرت. يا حضرت انا فاهم انا بقول ايه. شريف دلوقتي في انسب حالاته النفسية اللي ممكن يتلقى فيها اي معلومة عن حياته مهما كانت قاسية. بكرة هيفتكر كل حاجة لوحده وعلى مهله. الكلام اللي بتقوله ده غلط، لان الصدمة لو جات له وهو لوحده هتأذيه اكتر، لكن وجودنا وجودكم جنبه هيسهل عليه كتير. انا مش قادر افهم انت باي صفة بتقحم نفسك في مشاكل خاصة بالشكل ده. انا الدكتور بتاعه واكتر واحد عارف حالته. شريف بيتعالج عند اكبر اساتذة في مصر وهم اللي هيكملوا علاجه، مش مستعدين نرميه في ايد اي حد. اي حد؟ استاذ حسني ارجوك، اذا كنت عايز تساعدني بصحيح وتهمك مصلحتي فارجوك احكي لي كل اللي تعرفه عني، خصوصا السبب اللي وصلني للحاله دي، ومهما كان السبب ده قاسي او مؤلم فهيبقى اهون بكتير من حاله التوهان اللي انا عايش فيها. يا شريف انا ما اقدرش. في اليوم المشؤوم ده احنا كنا راجعين من اسكندريه بعد اجازه صيف، انا كنت راكب عربيتي وانت كنت راكب عربيتك مع سحر وابنك وائل. صدمة شديدة عليهم وهم بيشوفوا ابنهم الوحيد بيموت بين ايديهم. بس بقى حرام عليك، ليه بتفكرنا بحاجة زي دي؟ أنا آسف يا صاحبي. من هنا أرجوك أنا تعبانة قوي. صدقني يا حسان أنا بقالي أسبوع عايش هنا مش قادر أجمع أي حاجة عن حياتي. يا اخ شريف، يا اخ شريف اوعى تفتكر ان الحكايه سهله ممكن تتحل في يوم وليله. ليه لا؟ مش المفروض لما اعرف السبب او يحكوا لي الحادثه اللي حصلت لي افتكر بعدها على طول؟ لا مش شرط، واضح ان عنف الصدمه خلي مخك ما يصدقش اللي حصل ووصلك لحاله مرضيه افقدتك الذاكره تماما، ولحد دلوقتي عقلك مش قادر يصدق الحادثه او حتى يفتكرها. لكن بطمنك ان بمرور الوقت وعيشتك مع مراتك وشغلك في مكتبك ده هيسهل المأمورية وهنوصل للشفاء باذن الله. شريف نسيت اقولك، مس يولياس وصل النهارده وعازمنا بكره على العشاء. ويطلع مين الياس ده كمان؟ اللي سافرت معاه تنجي العود في قبرص بتاعت اجهزه التكييف. الياس؟ ايوه الياس. لا مش فاكره. ده ملياردير، ده من اكبر رجال الاعمال اللبنانيين، بس دلوقتي نقل نشاطه في قبرص لما عارف باللي حصل لك جه مخصوص يطمن عليك. حبيبي يا الياس لا في الخير، وانا غالي على الياس اول الدرجه دي؟ يعني اكيد لما عارف انك عيان جه يطمن على فلوسه وبضاعته. فلوسه وبضاعته؟ لا خير خير. فاكر قبرص يا شريف؟ قبرص مين؟ قبرص. دي اول بلد يا حبيبي سافرنا فيها مع بعض، وبعديها رحنا اليونان، ومن اليونان رحنا لندن. ياه كانت اجمل رحله في حياتي. فاكر يا حبيبي؟ والله كلب ودي، بس يعني الحقيقه ده كتير كتير قوي بقى. هو ده اللي كتير. شريف ليه يا حبيبي تبعد عني؟ ما انا جنبك اهو. جنبي في جسمك بس، لكن قلبك وعقلك بعاد عني. شريف ارجوك
أرجوك حاول تساعدني وتساعد نفسك عشان تفتكر. شريف خرج كل اللي في دماغك، ركز فكر في حياتنا مع بعض، قرب مني حبيبي. حاضر شريف. أنا بقيتش مستحملة حياتنا كده. أنا بشوفك جنبي ما بتبقاش جنبي، قريب مني ومش قريب، عشان خاطري. حاضر. عشان خاطري يا شريف. حاضر 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 يا حبيبتي. حاضر يا حبيبي. شريف. نعم. مش فاهم حاجة. ريحة شياط، البيت بيولع، ارمي نفسك مش باقي. صح يلا. شياط ايه؟ شياط ايه؟ انا بقول لك مش شامم البرفان. برفان ايه؟ البرفان اللي انت بتحبه يا حبيبي. ايوه يا شمه. ده النوع اللي انت بتحبه. البرفان اللي حطيته يوم جوازنا. مش فاكره؟ يا هانم يا هانم، اذا كنت انا مش فاكرك انت شخصيا هفتكر البرفان. انا بقى هفكرك. خي شريف، خي شريف، والله ما بتعرف قديش توجعت كتير لما سمعت بهالخبر المشؤوم. متشكرين يا مسيو الياس، وان شاء الله ما نجلكش في حاجه وحشه. شو شو هالحكي؟ إيه إيه؟ معقول إيه؟ معقول بقفت عقلي بين يوم وليله ابات الياس اصحى ما بدري مين انا؟ يا لطيف يا لطيف، والله خيو شريف من عصاعيس قلبي بقول لك الله بيشفيك وعن قريب بيعافيك. وانا من شراشيب عواطفي بشكرك وربنا يشفي الجميع. بس يا الياس ما تيجي نغير موضوع المرض ده ونتكلم في موضوع تاني؟ ايوه. والله إلك حق خيتي، بتسمحي لي بهالرقصة منشان ننسى هالقصص الحزينة المؤلمة؟ أو كده الرقصة حلو وجميل. بتسمح لي خيو شريف؟ خد راحتك يا مسيو الياس، قوم قوم يا سحر رقص مع البيه. خد راحتك على آخر يا مسيو الياس، ما شاء الله زي العصافير. حسني مش الجدع ده استأذن مني أنا علشان يرقص مع سحر؟ أيوه. طب رديلي أنت ليه؟ هو في فرق بيننا يا شرف؟ الراجل ضيفنا ولازم نكرمه. ايوه نكرمه بسيز الكازوزة بطبق لحمة مش بمرات يا حسن. انت بتغير يا شريف. ده سحر هتنبسط قوي لما تعرف ان انت بتغير عليه. لا يا حدق، انا ما بغيرش عليه، انا بغير على نفسي انا، فهمني يا حسني. ده ايه ده؟ لا ده البامفلت بتاع اجهزة التكييف. على فكرة شحنة اجهزة التكييف هتوصل بكرة المينا، هتروح انت والاستاذ عباس المستخلص بتاعنا تخلصوا الاجراءات وبعدين تستلم. يا حسني انا ايش فهمني في الحاجات دي كلها؟ انت تروح مع المستخلص وانهي الموضوع. يا سيدي ما ينفعش، لان الشحنة باسمك انت. وبعدين ما تشغلش بالك، الاستاذ عباس معاه كل المستندات الخاصة بالشحنة، هو يخلص وانت تستلم. ايه الحكايه يا عبس؟ ايه الموضوع؟ انت قلت لي هيفتحوا صندوقين ثلاثه ويسلمونا. ده المفروض. المفروض ايه؟ ده بقالهم دلوقتي فاتحين يجي 20 صندوق. الله مش عارف. طب روح شوف. روح. هو في حاجه يا فندم؟ ابدا، بس دي مجرد اجراءات روتينيه زي ما حضرتك عارف. بس اول مره اشوف شحنه بتتفحص بالشكل ده. افتكر ده شغلنا واحنا عارفين شغلنا كويس. تحت امرك. ايه البلاد يا فندم؟ طيب فتشوا بقيت صناديق كويس. حاضر. مش عارف ان المشوار ده هياخد مني الوقت ده كله يا عباس. انا عارف انك بتبذل مجهود وكده، بس تقدروا تقولوا لي ايه اللي جاب الحاجات دي وسط الشحنه بتاعتكم؟ انا ما اعرفش حاجه، انا ماليش دعوه باي حاجه.
اسأله هو المسؤول الشحنة باسمه. انا مجرد مستخلص. ايه عباس مالك متوتر ليه؟ ما ترتبكش. ايه الموضوع؟ في ايه؟ اتفضل شوف. ايه ده؟ حشيش كوكايين وهيروين. عيبس ده نظام مخدرات. عليك نور ده لسه بقيت الصناديق المليان. اه عباس مش ملاحظ ان احنا داخلين في جناية؟ اكيد وعقوبتها دلوقتي بتوصل للاعدام. اعدام؟ ايه عباس؟ ايه عبس؟ عبس ولا ايه الموضوع؟ احنا جايبين اجهزة تكييف هوا ولا تكييف دماغ؟ ايه انت؟ انا ماليش دعوة. انت المسؤول الشحنة باسمك. انا مجرد مستخلص. راجل مستخلص عايز يستخلص نفسه ويلبسها للتهمة. ما هي التهمة لابساك فعلا. الحمد لله كل ما شاء. ايه عباس؟ ما تتكلم عباس. انت واخدني وبتلففني على المكاتب والموظفين علشان تلبسني التهمة. انت اتكلم. انا مش هسيبك. اقتلك. وديتني بس يا جدع انت بيتك. تعالوا. مبسوط؟ مبسوط اخويا؟ خدوهم على البوكس. بوكس؟ ركبتني البوكس يا عبس. منك لله يا عبس. بقول لك يا بيه. ايه؟ بالمرة بقى تقبضوا على الراجل اسمه شو الياس ده ان هو بعت الحاجات دي من بره. ما تقلقش هتلاقيه معاك في النيابة. انا مش قلق. نيابة؟ اه نيابة. وديتني نيابة يا عبس. وديتني نيابة الله يخرب بيتك. لا مؤاخذة بهوات كلمتين. منك لله يا عبس على النيابة. ولسه في تهمة تالتة؟ طبعا انتحال شخصية انسان مات من حوالي 3 سنين وتزوير اسمه في اوراق رسمية بغرض النصب والاحتيال. كتب؟ مين ده بقى الشخص اللي انتحلت شخصيته؟ شريف العدم الحقيقي، رجل الاعمال اللي مات من فترة طويلة واللي انت باسمه زورت ونصبت على جهات عديدة انت وحسن شريكك واللي انت برضو باسمه دخلت شحنة المخدرات اياها. يعني شريف العجمي ده شخص مات من 3 سنين. اي وما انا نبقى مين؟ تصور نفس السؤال اللي كنت لسه هسأله لك. سيجارة الله يخليك. ولا انا الله يكرمك. عايزين نرشد حاجة ساعة بقى. طيب بابا لو سمحت حضرتك لازم تبرقه. دي مصيبة وقع فيها يا بابا. هو مش مسؤول جنائيا عن أي تصرف من تصرفاته. مها تفتكر الشخص ده حقيقي مريض ولا الموضوع كله مجرد تمثيلية محبوكة وإنه بيستغل مركزي الاجتماعي وصلته بينا علشان يعمل عمليات النصب دي كلها؟ يا دكتور عبد الحميد أنا رجعت فعلا لمحضر الشرطة السابق وواثق طبعا ومقتنع بكل اللي حضراتكم قلتوه. لكن حضرتك عارف اني مش هقدر اخلي سبيله كده من غير استكمال بقيه الاجراءات. وايه هي بقيه الاجراءات؟ مبدئيا لازم احوله لمستشفى الامراض النفسيه والعقليه تحت الفحص لان هما اللي هيقدروا يحددوا ان كان مريض فعلا ولا لا. وعلى ضوء تقرير المستشفى هقدر انا احدد ان كان مسؤول عن افعاله الجنائيه او غير مسؤول. يا سيادة الوكيل انا دكتور متخصص في الامراض النفسية والعصبية. انا اكتر واحد عارف حالة المريض ده. انا مستعد اكتب لسيادتك يا فندم شهادة بخط ايدي رسمية تؤكد انه مريض فعلا. يا دكتور مع احترامي الكامل لشهادة حضرتك الا اني ملزم اخد الشهادة دي من تقرير المستشفى الحكومي. لا مؤاخذة ده اجراء قانوني. ترى عارف هما بعتوك هنا ليه؟ حضرتك أدرى. التقرير بيقول إنك حاولت تهرب مخدرات جوه البلد وإنك انتحلت شخصية إنسان متوفي وفي التحقيق ادعيت إنك فاقد الذاكرة. لا أنا ما ادعيتش. هنعرف. عموما دي حاجة مش جديدة علينا. كتير بيجوا هنا وبيقولوا انهم ارتكبوا جرائمهم انهم كانوا في حالة غير طبيعية. انا ما بكذبش وانا ما بصدقش. على كل حال وجودك معانا هنا فترة هتخلينا نتعرف على بعض كويس ونفهم بعض اكتر. وانا هقعد هنا كتير حسن. يا انت تخليني اصدقك يا انا بطلك تكتب. لو اكتشفت اني صادق
بالحالة دي واجبي بيحتم عليا انه اعالجك واساعدك، بس ده اذا الذاكرة. دراعك من فضلك. دي. ايوه كده. سيجارة؟ كوبايه الميه اتفضل. ممكن اعرف ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تقول لي كل حاجه عن نفسك وعن ظروف وجودك في القضيه دي، ويمكن هقدر اساعدك بطريقه قانونيه احسن من طريقتك انت. ارجوك يا دكتور صدقني، انا اتورطت في القضيه دي من غير اي ذنب. انا كنت بحاول افتكر انا بامين، الناس دول اوهموني انهم اهلي، طلعتهم في كل حاجه قالوا لي عليها، لكن اقسم بالله العظيم ما كنت اعرف اي تفاصيل عن اي حاجه من اللي بيهببوها. انت تعرف ربنا؟ قصدي يعني انت مؤمن بالله؟ ايه لازمه السؤال ده؟ ابدا، بس كنت بتصور باعتبارك ناسي كل حاجه انك تكون نسيت ربنا، وبعدين لما لقيتك بتقسم بيه اتأكدت انك فاكره. على اي حال الدين والايمان من حاجات الصعبة للانسان انه ينساها مهما حصل له، لانه بيتربى عليها من يوم ما بيتولد. على فكرة انت مسلم ولا مسيحي؟ مش فاكر. فترة الطفولة كمان من الصعب ان الواحد ينساها، عشان الحاجات اللي بتحصل له فيها بتأثر على شخصيته. علشان كده هنرجع نتكلم عن ايام زمان، ايام طفولتك. تقدر تقول لي ايه اللي انت فاكره منها؟ مش فاكر حاجة خالص. انت تعرف تقرا وتكتب مش كده؟ يعني دخلت المدرسة، هتفتكرش حد من زمايلك ايامهم ولا حد من المدرسين اللي كانوا بيعلموك؟ اكيد لو ركزت شوية هتفتكر حد من اساتذتك، وخصوصا الاستاذ اياه اللي كان بيضربك قوي عشان ما بتعملش الواجب. تفتكر كان بيضربك ليه؟ علشان كان خايف على مصلحتك فعلا، ولا علشان كان متعمد انه يهينك ويهزعك قدام زمايلك؟ انا حاسس انك كنت بتكرهه تمام زي ما كنت بتكره زمايلك اللي كانوا بيهزقوك ويمنعوك انك تلعب معهم، صح ولا غلط؟ طب سيبك من المدرسه وكلمني عن اهلك وبيتك. كنت عايش مع والدك ووالدتك ولا تربيت لوحدك؟ كان عندك اخوات بنات؟ ما تفتكرش الكلام الوحش اللي كان اهل الحي بيقولوا عن اختك وامك؟ اكيد الكلام ده كان بيجرحك، لكن كنت قاعد ساكت وبتعيط لان مش في ايدك تعمل حاجه، لانك عارف ان اختك وامك سمعتهم وحشه. انت بتقول ده؟ ايه؟ كلامي ضايقك؟ فكرك بالكلام اللي كنت بتسمعه وانت صغير؟ انا عمري ما سمعت كلمه واحده من الكلام الحقير اللي بتقوله ده. لا،
سمعت وسمعت ألف مرة، ومهما عليت صوتك وزعقت مش هتقدر تنكر عشان انت عارف انه الكلام ده صحيح. لا اسكت، مش هسمح لك تتمادى معايا في الاسلوب الحقير ده. حقير ليه؟ ها؟ حقير ليه؟ عشان جالك على الجرح وفكرك بسمعة اختك وامك. اسكت اخلص. عظيم، مادام انت واثق ان الكلام اللي بقوله مش صحيح يبقى اكيد انت عارف الحقيقه او قربت تفتكرها. على العموم كفايه لحد كده النهارده، واضح انك تعبان، نبقى نكمل بكره. معلش، كلها ان شاء الله يومين وتنتهي المشاكل دي كلها. الحمد لله ياسمين انها جت على قد كده. انت مستهونه باللي حصل لي ده؟ كتير كتير قوي. يعني كده احسن؟ ولا لو كانت صاحب دي طلعت مراتك بجد؟ انا واثق ان الدكتور نجات هيعمل التقرير لمصلحته، لانك مريض فعلا، هو هيعرف ده خلال جلستين ثلاثه معاك. بالعكس، دكتور نجاتي متاكد اني بكذب عليه، وده اللي مخليه استفزني بشكل متعمد وبشكل واضح. قولي مين بقى الشابه الرقيقه اللي زارتك النهارده الصبح؟ دي صديقه. انا اول ما عرفت انه جاتك زياره وافقت عليها على طول. شكر. وصديقه بقى دي تعرفها من امتى؟ يعني قصدي قبل ما تفقد الذاكره ولا بعدها؟ الله، يعني بالعقل كده اكيد بعد ما فقدت الذاكره، والا كان زماني نسيتها مع بعيد اللي نسيته. معك حق فعلا، لكن ما قلتليش انت فقدت الذاكره امتى بالظبط. الله، قد كده سؤالي بيضحكك؟ طبعا، لاني لو كنت اعرف انا فقدت الذاكره امتى يبقى ما فقدتهاش ولا حاجه. ولا يا دكتور فولا ايه؟ يا سلام، لسه سؤالي عمال يضحكك لغايه دلوقتي؟ لا اصل افتكرت نكته. نكته ايه؟ كان مره واحد ماشي بعربيته من قدام سرايه المجانين، فعربيته عطلت فاحتاس، طلع له واحد مجنون صلح حاله. صاحب العربيه استغرب قوي، بص له قال له طب ما انت كويس اهو، ما دخلوك المستشفى ليه؟ قال له اه دخلوني عشان مجنون مش اهبل. قصدك تفكرني انه دخلوك المستشفى علشان فقدت الذاكره؟ اه مش اهبل. دمك خفيف بتعرف؟ لا ابدا، بس عشان انت حاسس من جواك انك دمك تقيل. طب زي ما افتكرت النكتة الظريفة بتاعتك دي، قول لي بقى على بقية الحاجات اللي افتكرتها. لا ما نسيت اقول لك ان النكتة دي سمعتها بعد ما فقدت الذاكرة، عشان كده فاكرها. طب قول لي ايه اللي بينك وبين الانسة اللي جت زارتك الصبح؟ السؤال ده ليه علاقة بموضوعنا او بالتقرير اللي حضرتك هتكتبه عني؟ لا 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 لا، انا بكلمك هنا كصديق. يبقى اسف، انا ما احبش اتكلم في الموضوع ده. خلاص بلاش نتكلم فيه، كلمني بقى عن علاقتك مع الجنس الاخر. الجنس الاخر ازاي يعني؟ يعني ما تفتكرش اي علاقة مريت بيها عاطفية يعني؟ لا ما افتكرش. معقولة انه شاب في سنك ما مرش بتجربة عاطفية؟ صدقني ممكن يكون ده حصل وممكن لا، بس انا ما اقدرش احدد لاني مش فاكر. انت بتخاف من الستات ولا بتحبها؟ اخاف ازاي يعني؟ يعني في ناس مثلا بيصدموا في علاقتهم الزوجيه والعاطفيه فبيفضلوا يبعدوا عن الستات، يعني زي اللي عندهم عجز جنسي مثلا او شذوذ. ما اعتقدش انه ينطبق عليها الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. طب
والست اللي كانت شريكتك في القضية اللي بتدعي انها مراتك، كان ايه علاقتك بيها؟ قصدي علاقتك الزوجية كرجل ومرأة، كانت طبيعية؟ اعتقد يعني انت عايش بجسمك مع واحدة وبعقلك وقلبك مع واحدة تانية اللي هي الانسة مها. ظاهر انك طرشون كبير. قولي بقى ايه نوع الستات اللي بيعجبك؟ النوع الفيات. فيات؟ الظريفة دي. لا انا بهزرش، انا بتكلم بجد، هو اصل نوع رخيص ومصاريفه قليلة، وبعدين في اي وقت تقدر تخلص منها وتقلبها تاكسي. يعني انت شايف انه في علاقة نوعية بين العربيات والستات. وجهة نظر ظريفة وجديدة كمان. دكتور نجاتي، انت عايز مني ايه؟ عايز توصل معايا ليه بالظبط؟ عايزك تفتكر معايا كل حاجة، علشان دي الطريقة الوحيدة اللي اقدر اعالجك وابرأك بيها. ده لو كنت حقيقي عيان. ايه علاقتك بالجنس الاخر؟ بتحب الستات ولا بتخاف منهم؟ امك واختك سمعتهم بطالة؟ بتعمل ايه مع مراتك بالليل؟ هل عندك حاجز جنسي؟ شذوذ؟ هي دي الاسئلة اللي هتعالجني بيها دكتور. اكيد، لان الجنس له اهمية كبيرة جدا في شخصية الانسان وتكوينه النفسي. انا بحاول اتعرف عليك من خلال ردودك، حتى الردود الهايفة اللي انت بتتصور انه ملهاش معنى، لها عندي معاني كتيرة. وصلت ليه يا دكتور؟ مش شغلك. طب انا بقى مش هرد على اسئلتك التافهة السخيفة، مش هفتح بقي، مش هنطق معاك. هتعمل ايه؟ مش مشكلة، لان عندي مليون طريقة اوصل بيها للحقيقة. ومدام في صعوبة انك تفتكر لوحدك، هضطر ارجع لاسلوب تاني. انت خايف ليه من الصدمات الكهربائية؟ عملت لك قبل كده؟ لا مش خايف، بس ليه يعني كل ده؟ ما تقلقش، دي صدمات تنبيه، يعني بسيطة جدا، لأن حالتك ما تستدعيش أكتر من كده. أنا واثق إن الصدمات دي هتساعدنا وتنشط كل حواسك. ابعد البتاعة دي عني، إيه اللي بتعمله ده؟ افتكرت؟ مش ركز. 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 مش قادر. ركز. أنا مشغل الجهاز على درجة بسيطة جدا. مش قادر، قلت لك مش قادر. معلش، استحمل. عشان تقدر تساعدني وأنا أقدر أساعدك. بتعمل معايا كده ليه؟ بتعمل معايا كده ليه؟ عايزك تفتكر وتقول لي على كل حاجة تيجي على بالك. طب ابعد البتاع ده عني، ابعده عني. خلاص خلاص. أديني ركنته. قول لي بقى، انت بتشتغل ايه؟ مش فاكر اي حاجه من مهنتك ولا المكان اللي كنت بتشتغل فيه؟ ركز، افتكر، اتكلم. انت ساكن فين؟ في القاهره ولا في حته تانيه؟ لو نزلنا دلوقتي تقدر توديني بيتك؟ بفتكر انت ساكن مع مين؟ مع مراتك؟ مع اهلك واخواتك؟ انت ساكن لوحدك؟ حاول تركز وافتكر كويس. مش قادر، مش فاكر. جاهز يا سيدي؟
وبفحص الشخص المعروض علينا ثبت أنه مصاب بمرض الهستيريا، وأن حالة فقدان الذاكرة الكلي التي هو عليها ما هي إلا عارض يحدث غالبا للمصابين بهذا المرض نتيجة وقوعهم تحت تأثير صدمة شديدة أو مؤثر نفسي حاد، وبناء عليه فهو يعد غير مسؤول مسؤولية جنائية عن الأفعال التي قام بها وهو تحت تأثير هذه الحالة المرضية، ونوصي بوضعه تحت الملاحظة والإشراف الطبي حتى يتم شفاءه. طالما أن التقرير الطبي برأه من التهم الموجهة إليه فأنا مستعد أسلمه. وأنا أحب أطمنكم أكتر أن أنا بنفسي هتولى الإشراف على علامة. يا أساتذة أنا معاكم أن التقرير الطبي برأه، لكن نضمن منين أن اللي حصل ده ما يحصلش تاني، وإن مفيش حد تاني ممكن يستغل ظروفه المرضية استغلال إجرامي؟ أنا أضمن لسيادتك إن ده مش هيحصل على مسؤوليتي العلمية والطبية. على أي حال أنا ما عنديش مانع أسلمه لحضراتكم، بس بشرط حضرتك تكتب لي تعهد إنك تكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أي تصرف جنائي يرتكبه، وما تأخذنيش يا دكتور عبد الحميد، التعهد ده هو البديل الوحيد لوضعه في مستشفى الأمراض العقلية. قلت إيه حضرتك؟ أنا نهير مذيعة التلفزيون المعروف، وده الأستاذ حمدي مخرج البرنامج بتاعي بيعمل كلوزات تجنن. الحقيقة احنا قرينا حكايتك في جرانين وعرفنا كل اللي حصل لك، وعايزين نعمل معاك لقاء في البرنامج تحكي لنا فيه اللي حصل. دي هتبقى فقرة لذيذة ولطيفة ومسلية خالص. مش كده ولا ايه؟ احنا هنصور بكرة الساعة 5، والأستاذ حمدي هيمر عليك الساعة 4 علشان يستلمك على سركي، وبعد ما نخلص التصوير هيرجعك لنفس المكان برضو على نفس السركي علشان ما تقعش في ايد الناس الوحشين مرة تانية. هو ماله يا كمان؟ الحالة جات له ولا ايه؟ حالة ايه؟ مفيش حالات بتجيله يا مدام، هو بس متضايق شوية من اللي شافه واللي بيشوفه. انا اذنك. يا حرام مسكين. مليون المية هو طبعا، هو في العجز كلام ايه ده بس اللي بتقوله يا جماعة؟ لا ايه؟ لا مش هو. ازاي؟ ده واحد شبهه ازاي؟ شبهه في الشكل وفي الصوت وفي طريقة الكلام. كلام ايه ده بس اللي بتقولوه؟ عايزين تجننوني؟ اذا كان اهل العزبة كلهم شافوه والنار ولعت جسمه جوه الشاليه. اخويا مش الواد بسطاوي اعترف انه ضربه بالرصاص هو والبنت بتعة قبل ما يحرق الشاليه؟ ايوه، بس ما تنساش ان البوليس ملقاش جثته لا في الشاليه ولا في اي حته في البلد. ودي اللي خلى المحكمه ما تورثناش فيه، لانه بقى في حكم المفقود مش الميت. ودي طلع عايش ما ماتش. اخويا احنا خدنا زمه شربنا اكبر مقله في حياتنا. شوفوا يا اخواننا الحاج يا فوزي بيه الحاج. ايه يالا؟ عادل بيه طلع عايش ما ماتش. ايوه شفنا حالا في التلفزيون. الواد شلبي عبد الغفار بيقول انه مش هو، لكن انا متاكد انه هو عادل بيه. ايوه طبعا هو احنا حنتوه عن عادل بيه. انت لازم تروح التلفزيون وتستلمه لحسن بعيد عنك بيقول انه تايه هو مش داريان بروحه. خلاص احنا هنشوف الموضوع ده، روح انت وياه شوف شغلكم. يلا واضح ان مش احنا بس اللي عرفنا الموضوع ده. طبعا وزمان جميع اهل البلد شافوا اللي احنا شفناه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا رسمت احنا كل اللي رسمنا عليه طلع فشوش. بالعكس ده يمكن اللي حصل ده هيكون في مصلحتنا اكتر. ازاي يا اخويا ازاي؟
ده احنا كان املنا ان المده القانونيه الاربع سنين يعدوا عشان نحط ايدنا على الورث، لكن ما دام اتضح ان عادل عايش يبقى نقابينا طلع على شغله، هيرجع وياخد املاكه كلها يا اخويا. يا نهار اسود يا نهار اسود، يعني القبه والعز اللي احنا عايشين فيهم دول هيطيروا؟ ما هو عشان كده لازم نفكر بسرعه ونشوف هنعمل ايه. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ تفهمش ولا كاننا عرفنا حاجه ولا كاننا سمعنا حاجه، ونسيبه كده تايه ونحط ايدنا على الورث، والجدع بقى اللي يعرف لنا طريق جره. ايه رايك يا مراتي؟ ايه رايك يا اخويا؟ هو ده الحل اللي طلع من مخك النور؟ عندك حل تاني يا ابن ابويا؟ انت عارف فاضل كام سنه عشان خاطر الاربع سنين دول يعدي يا استاذ؟ فاضل ثلاثه. ثلاثه يا استاذ. واذا كان عادل النهارده فاقد الذاكره ومش عارف هو مين، تضمن منين الثلاث سنين اللي جايين انه مش هترجع له الذاكره تاني؟ وبعدين صعب قوي دلوقتي ننكر اللي شفناه، لان زمان اهل العزبه والبلد كلهم مفيش على لسانهم غير سيره عادل بيه اللي ظهر انه عايش بعد كل ما افتكر انه مات. طب وبعدين هنعمل ايه يا اخويا؟ هننزل مصر فورا ونجيب عادل ونيجي على هنا. نجيبه هنا؟ ايوه. نعمل بيه ايه؟ هنهتم بيه ونقف جنبه في محنته وهنعالجه احسن علاج لحد ما يخف وترجع له الذاكره، وساعتها هنسلمه بنفسنا كل املاكه وامواله، وهنقدم له كشوف حساب بكل ايراداته اللي حصلناها طول فتره غيابه. يا حبيبي هو لما نسلمه كل املاكه وكل ما اللي حصلناه يبقى استفدنا يا اخويا؟ هنستفيد ان احنا نبعد عن روحنا اي شبهات، لان الناس لما تعرف ان احنا صرنا مال ابن عمنا في غيابه، وان احنا اللي رجعناه بيته وعالجناه، مش هيشكوا لحظه ان احنا ولا مؤاخذه كنا طمعانين في قشايه من اللي عنده. وده هيفيدنا قوي بعدين. بعدين؟ بعدين امتى؟ لما نورثه. هنورثه كده وهو عايش ولا هنستنى بعد عمر طويل؟ ما افتكرش هيبقى عمره طويل، لان اذا كنا المره اللي فاتت ما عرفناش نثبت انه مات لانه ما كانش فيه جثه، فالمره دي هيموت وهتبقى جثته موجوده. لا لا يا فوزي لا، كله الا القتل. لا لا لا، احنا مش ممكن نعمل حاجه زي كده. وبعدين اهدي شويه يا مدام، حد جاب ست الاكل؟ امال قصدك ايه بالكلام ده؟ انا قصدي اقول ان كل الناس اللي حاولوا يقتلوه قبل كده وما عرفوش اكيد هيكرروا المحاوله دي تاني بمجرد ما يرجع البلد. احنا كل اللي علينا احنا نجيبه هنا ونسيبه للناس دول يصفوا حسابهم معاه. فهمت بقى انا قصدي ايه؟ طيب ممكن اعرف حضراتكم تقربوا لي ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذ عادل أني، وأعوذ بالله من قولة أني، فوزي عبد الهادي ابن عمك، ودي الأستاذ جلال أخوي وابن عمك التاني، ودي مدام إلهام مرات الأستاذ جلال. طب إيه اللي يثبت صلة القرابة اللي بينكم وبينه؟ أنا بقصدي الألبوم دي فيه مجموعة صور كنا متصورينها لسه قريب مع عادل زي هيثبته في الفيوم. وريني. دي ولا مؤاخذة بتاعته الشخصية، ودي رخصة السواقة بتاعته، دول كمان جوابات كان بيبعتها لنا وهو مسافر بره لما كان بيحب يطمن على ارضه وعزبته. ما هو انا واخويا جلال ولا مؤاخذه اللي يعني شايفين كل شغله وحساباته هنا. والله وسيادتك لو قارنت ما بين خطه وبين الخط اللي مكتوب بيه الجوابات دي هتلاقي الخط هو هو. وبعدين يا جماعه المساله مش محتاجه اثبات ولا غيره، احنا مش جايين ناخد عادل نستغله زي ما حصل قبل كده، لا بالعكس، ده احنا جايين نرجعه لاهله والبيت والناس، نرضوا له ارضه واملاكه. يعني مؤاخذه لو نيتنا طمع ولا حاجه بطاله كنا ممكن نطنش، لان ده في مصلحتنا اكتر. ومن امتى بالظبط اكتشفتوا غياب عادل؟ من حوالي سنة. يا سلام، ومن سنة ساكتين لحد دلوقتي؟ يعني مثلا ليه ما بلغتوش البوليس او حتى عملتوا اعلان عنه في الجرايد؟ ما اصل احنا ما كناش متصورين انه مختفي، احنا كنا ذاكرينه مات جوه الشاليه بتاعه يوم الحادثة. اصل عادل ولا مؤاخذة كان عامل الشاليه على بحيرة قارون، وكان من عادته يقضي فيه يوم ولا يومين لما يحب يصطاد ولا يريح اعصابه. اخر مره كان فيها هناك النار مسكت في الشاليه واتحرق كل حاجه، كل الفلاحين اللي حاولوا يطفوا النار شهدوا ان عادل كان نايم ساعه الشاليه ما اتحرق.
وانا بقول ان الحادثة الفظيعة دي هي كانت السبب ان عادل يفقد الذاكرة، مش كده برضه يا دكتور؟ والله هو محتمل جدا. استاذ فوزي ما تاخذنيش، انت عارف طبعا ان احنا سبق وتورطنا مع ناس ادعوا انهم على صلة قرابة بعادل، علشان كده احنا مضطرين ان احنا نعمل محضر صغير في البوليس بكلامكم ده، على اساسه هتستلموه وتبقى انتوا مسؤولين قانونا عن سلامته وعن تصرفاته. اهلا عادل بيه، اهلا وسهلا. الحمد لله بسلامتك عادل بيه. نورت عز بيتك عادل بيه، البلد كلها ما كانش لها حس من غيرك يا عادل بيه. ما تخافش، دي شوية تفاريح كده بمناسبة وصول الاخ عادل. اتفضل اخ عادل. اهلا وسهلا، نورت. دي زينات. اهلا يا ست زينات. ما تاخدش بالك، مش خالصه وطرشه. اتفضل. منور منور بيتك ومطرحك. والله العزبه مليها حس من غيرك يا عدول. ما تتسرعش قوي كده، لان احنا لسه ما تاكدناش اني عادل. لا احنا متاكدين، ودور الباقي عليك انت بقى عشان تفتكر له. بس ما كانش العشم يا عدول انك تنسانا خالص كده، حد برضه ينسى ولاد عمه وحبايبه واقرب الناس ليه. ما تاخذنيش يا الهام هانم، انا نسيت نفسي شخصيا. يا سيدي ما تعتمدش يا هانم، كلها يومين ثلاثه وكل شيء ان شاء الله يرجع زي ما كان. ولا ايه يا دكتور؟ ان شاء الله. هو الجاهز يا هوان، اتفضلوا انتوا استريحوا من تعب السفر على ما منطقوكم الغد. عظيم. اتفضل سعادتك يا بيه. شكرا. اي خدمه تاني عادل بيه؟ لا 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 متشكرين، اجري انت. ثواني ويكون الغدا جاهز. تعالى بس. الشنطه. واضح من مقابله الناس ليك انهم متاكدين انك 100% عادل. ايوه بس انا الوحيد اللي مش متاكد. قول لي اول احساس جالك لما شفت المكان ده؟ يعني لما شفت المكان ده حسيت انك شفته زمان؟ طب وشوش الناس اللي انت شفتها تحت ما فكرتكش بحاجه؟ انا مش عارف حسان، انا اول ما دخلت هنا جالي احساس غريب. ايه هو؟ حسيت بانقباض. انقباض؟ حد يشوف العز والاملاك دي كلها ويجيله انقباض؟ انت فهمني يا حسان، قولي الانقباض ده سببه ايه؟ هو ليه سبب علم واحد. ايه هو؟ انك وش فقر. يا ريتني كنت انا اللي فقدت الذاكره عشان اعيش في العز ده كله. حسان حسان يا اخويا، انا مش ناقص، انا عيان وكمان هتخبطني عين. كفايه قر ونقى الله يخرب بيتك. عايزني اشوف العز ده كله منقش وما قرش؟ طب يلا يا كابتن، يلا جاتنا نيله في حظنا الهباب، اجري على اوضتك هموت من الجوع. يلا عادل، ايش عرفك ان ده باب اوضتك؟ قصدك ايه؟ الحركة التلقائية دي ما عملهاش غير شخص عاش هنا فعلا وعارف المكان ده كويس. الظاهر الحكاية قربت تتحل. يلا خش على اوضتك ارتاح شوية يا عادل بيه. Thank you.
مين؟ مين؟ ايه؟ انت فين بقى ليه؟ في حاجة يا ست؟ ابدا، ده انا جاي اقول لك الحمد لله على السلامة. اوكي، الله يسلمك. وحشتنا قوي يا سعادة. لا ابدا، ما تشوفيش وحش. يا ترى احنا كمان وحشناك زي ما وحشتنا، ولا نسيتنا لما بعدت عننا؟ لا ابدا، اصل الفترة اللي فاتت ما كنتش مركز فيها حبتين. طبعا ما عرفت ازاي تبلفك وتتوك تحت باطة، عملت عليك ملاعبها اياها لغاية ما خلتك تنسى الدنيا واللي فيها. انت بتتكلمي عن مين بالظبط؟ عن باتع. باتع ازاي يعني؟ ايه باتع؟ خطيبة بسطاك اللي ما جالكش من وراها غير المصايب، فضحتك وجرستك وسط البلد، واديك بسببها كنت هتروح في شربة مية. لكن قول لي هنا، انت ازاي نجيت منه؟ ده الواد بسطاوي اعترف بعظمة لسانه ان تخك بالرصاص انت وهي وحرق العشة وانتوا جواه. وبسطاوي ده تخيني ليه؟ من اللي شافه يا ولداه ساعة ما طب عليك في العشة انت والمخفية بالذمة، كان عاجبك فيها ايه مع الجارة المعظمة دي؟ اسمعي يا ست، انت اجلي الحركات دي بعدين، وعايزك تحكي لي دلوقتي حالا كل اللي تعرفيه عني وعن الموضوع ده بالتفصيل. انا عايز افهم مين اللي قالك الكلام الفارغ ده. مش مهم مين اللي قال، المهم الكلام ده حقيقي ولا كذب. طبعا وتشنيع فلاحين. طب ايه هي الحقيقه؟ الحقيقه ان بسطاوي تهجم عليك فعلا وضربك بالنار وحرق الشاليه وانت جواه، بس هو ما عملش كده عشان ينتقم لشرفه، لا هو عمل كده عشان ينتقم لابن عم. طيب انا ايه علاقتي بابن عمه ده الاخر؟ ده حته واد فلاح من اللي كانوا مأجرين عندك، بس بقى كان عامل فلحوس ودايما يشاكس، وبصراحه كده كان مبطل كذا سنه ما بيدفعش الاجره، فانت انا بقى طلبته من الارض والبلد كلها، دي هو السبب الحقيقي في اللي عملوه معاك. لكن بسطاوي طبعا ما قالش كده، بسطاوي قال انه عمل عملته عشان خاطر يكتشف ولا مؤاخذه ان في علاقه بينك وبين خطيبته. كذبه ولفها عشان يطلع نفسه من القضيه ويخليها دفاع عن الشرف، مش قتل مع سبق الاصابه والطرف. زي دي في حاجه حصلت؟ حصل خير. جلال جراله حاجه؟ نايم. كويس. انما حضرتك ما نمتيش ليه؟ اقصد يعني ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عادي. لا يا هان، ما افتكرش ابدا ان مجي حضرتك عندي في اوضتي في نص الليل، ده يبقى شيء عادي. ما تقعدي عادي. ايه ما كان زمان عادي، ولا بعدك الفتره دي غيرك؟ لا يا استهلم، انا مش فاهم اي حاجه من حضرتك بتقوليها. وحشتني يا عدوش. نعم وحشتني قوي. وحشتني قوي. ايه حكايه وحشتني دي اللي ماشيه في البيت؟ طب انا ما وحشتكش يا ست هانم. لا مش انا الشخص اللي تعرفيه. عدوش وحشتني قوي. عدوش وحشتني قوي. عدوش اركوكي موقفي هيبقى حرج خصوصا قدام الاخ جلال. كده جلال صحي وفوزي صحي والبلد كلها صحيت هتطحينا. ايه مالك خايف كده؟ انت عمرك ما كنت بتخاف من حد ولا بتعمل حساب لحد، ايه اللي جرالك؟ يا هانم مش انا الشخص اللي تعرفيه، مش انا.
فينك كده؟ تحت امرك. لا لا ارجوكي ارجوكي موقفي حريق مع الطخ جلال. روق معانا يا عدول والعب غيرها احسن. انت يمكن الاول ما كنتش عارف انت مين، لكن انا واثقه ومتاكده انك فاكر كل حاجه، لما بس عايز تلعب بينا وتتسلى شويه. انا لا عايز اتسلى ولا عايز العب، ومش فاضل الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده. اتفضلي استهانم، اتفضلي على اوضتك، احترمي نفسك بره. بقى كده معلش، مش غريبة عليك اللي بتعمله ده يا عادل بيه. بره لا انا مش عادل، مستحيل صدقني يا حسان، مستحيل اكون الشخص البشع اللي بيحكوا وبيتكلموا عليه. مش ممكن تكون دي حياتي، انسان خاين مفتري خرب بيوت حياتك اعراض، مش ممكن. معقول ده حسان؟ انت تصدق اني ممكن اعمل البلاوي دي كلها؟ مش بعيد. ايه قصدي مش عارف، بس بس ايه؟ بس الناس دي عندها صور واوراق بتثبت انك عادل فعلا. لا الصور والاوراق مش دليل كافي، انا ممكن اكون شبه الشخص اللي بيتكلموا عليه ده في الشكل، انا مستحيل اكون، مستحيل اكون انا. هروح بعيد ليه؟ سحر وحسن كان معاهم اوراق ومستندات تثبت الشخص اللي بيتكلموا عليه، النتيجه انهم طلعوا نصابين. ايوه بس الناس دي مش طالبه منك حاجه ولا عايزين يورطوك زي ما حصل لك قبل كده، بالعكس دول حاطين بين ايديه ثروه واموال بالملايين. انا ما بدورش لا على ثروه ولا فلوس ولا املاك، انا بدور عن نفسي يا حسان. انا مشكلتي الحقيقيه اعرف انا مين، مش عندي قد ايه. حاولت اكون عادل فعلا، حقيقي ما قدرتش احس من جوايا ان في اي علاقه تربطني بشخص حقير شرس زي ده. انت عارف رفضك لشخص زي ده معناه ايه؟ معناه انك بترفض ثروه محدش يحلم بيها ابدا. وايه قيمه الثروه في ايد انسان محدش طايق وجوده حتى اهله؟ ايه قيمه الملايين يا حسان لو كل اللي حواليك كارهينك وبينتهزوا اي فرصه عشان يخلصوا منك؟ عادل ده محكوم عليه بالاعدام من كل اهل البلد وكل اللي يعرفوه، والانسان لما يكون محكوم عليه بالموت في اي لحظه ما تفرقش معاه ان كان يموت مليونير او شحات. نمت كويس امبارح؟ الحقيقه لا. ليه كف الله شر؟ اصل امبارح جالي كابوس اول ليل قرفني قوي، ومن ساعتها ما عرفتش انام. طب ما تخلي الدكتور يكتب لك برشام عشان خاطر الكابوس ما يجيلكش تاني. لا يا مدام، اصل في كوابيس ما ينفعش معاها غير الحقن. هو حكى لك على الكابوس؟ من الناحيه الطبيه فقط. هي الست دي ايه حكايتها بالظبط؟ قصدك دادا زينات؟ دي اقدم ست من اللي شغالين في العزبه هنا. هي اللي مربياك دي؟ والدتك سنية هانم الله يرحمها كانت بتحبها قوي ومحتضناها قوي، ولما ماتت سنية هانم دادا زينات جت لها صدمة عنيفة وشديدة قوي، ومن ساعتها انخرست وانطرشت. غريبة. ايه الغريبة؟ يعني لو كنت انا عادل زي ما انت بتقول والست دي هي اللي مربياني، فكان المفروض تطير من الفرحة اول ما تشوفني. ما تاخدش في بالك، اصلها كبرت وعقلها فوت، يعني ما تستغربش على اي تصرف تعمله. اسمع يا حسان، احسن حل ناخد بعضينا ونمشي من هنا فورا. انا بقول نقعد يوم او اتنين لغايه ما اتاكد عشان نحسم الموضوع ده نهائي. ما اتصرف يا ناصح، مش شرطك اخويا؟ قلت نجيبه عشان الناس اللي عايزين ينتقموا منه يخلصوا عليه. اهو جه ولحد دلوقتي لحد انتقم لحد خلص. ما تخلص، ما هو راخر من ساعه ما جه، ما خرجش بره الفيلا. اسمع، ما تحاول تخرجه بره الفيلا باي شكل. قول له تعالى شوف حاجتك ولف على ارضك، اي حج خليه يخرج بره عشان يعرفوا يطولوه. واذا ما طلهوش ساعتها يبقى انا تصرف تاني. انا متاكد وحاسم كل حاجه. انا قصدي اقول لك ايه يا جماعه، يعني سبتونا كده وقمت؟ عجبتكم طبعا الطبيعه والمناظر اللطيفه اللي هنا. ايه رايك يا عدول ناخد كريتة ونتمشى بين الجناين والغيطان؟ وهي فرصه، منها فسحه ومنها اشوف ارضك وتطمن على احوالك. لا ماليش مزاج. ايه ده، هتبقى فسحه ظريفه قوي. عموما انا هخليهم يحضروا كريتتين، انت والدكتور في كريته
وللضمان انا لوحدي فكرت. ايه ايه يا حبيبي يا اخوي؟ عشان تبقوا على راحتكم يا اخوي، على اذنكم. مش جلال، 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 ايه اللي حصل؟ وترشنت يا فالح. اسمعني يا عادل، ده ذنبك يا ابن عمي. حسان اسند معايا كويس، ناخد الفيلا لا يقع مننا. ده احنا اللي مقصودين يا حسان. مفيش صوان هيتنصب ولا عزا هيتعمل الا ما يتاخد بطار جلال بيه. صح. الله يرحمه. نعم. مات. مات. اتخطف. ايوه. خطف. ايوه. اللي قول يا فوز، انا كنت عايز اسالك واستفسر منك، يعني يقصد ايه اخوك جلال الله يرحمه في كلامه ليا قبل ما يموت؟ قال لي ده ذنبك يا ابن عمي. الله يرحمه يقصد ان اتخذ بسببك وبذنبك غدر، لان الرصاصه اللي طلعت دي كانت قصدك انت مش هو. ما افتكرش ده كان قصده، لانه قال بالظبط سامحني يا عادل ده ذنبك يا ابن عمي. قصدك تقول ايه يعني؟ انا ما اقصدش، انا بقول لك اللي المرحوم قاله بالظبط. تفتكر مين اللي عمل كده يا فوزي؟ انا متاكد انه حميده اخو الواد بسطاوي. وليه ما قلتش الواد صاد؟ ممكن برضه، بس بعيد كمان يكون السلطاوي او متولي ابن خون العزبه القديم. ايه ده؟ كل دول عايزين يقتلوا عادل؟ ما تاخدش بالك يا بيه، مش هيطلع علينا نهار الا ما نكون عرفنا الكلب اللي عملها وجبنا خبر وهو في وسط اهله. على اذنكم. هلاوي تعال معايا، انا عايزك في كلمتين. شوف يا صاحبي، انت تروح تجيب لك كلمتين، اكون انا حضرت الهاند باك بتاعتي، ها؟ وقبل الفجر هكون ماشيين من هنا. ليه يا حسام؟ ده هيقول لي ليه؟ هتقول لي ليه؟ عشان الرصاص اللي ما جاش فينا المره اللي فاتت هيجي فينا النوبه الجايه. انت خايف يا حسام؟ نعم نعم يا اخويا، ده انا عمري ما سمعت صوت الرصاص الا في افلام افرنجي. اول مره واحده اشوف الرصاص عمال يفر يفر قدام عيني. يا حسام مش انت اللي قعدت تقول لي خلينا نقعد هنا يومين ثلاثه لغايه لما نحسم المواضيع ونلاقي المفاتيح ونسلك العدد والمسائل الكلام الفارغ اللي بتقولها؟ مش قلت لي نقعد شويه لغايه لما انا اخف وانت تاخد الدكتوراه؟ شوف يا صاحبي، انا لا عايزك تخف ولا انا عايز دكتوراه، انا مكتفي بالثانويه العامه، فاهم يا اخويا؟ مصر ان احنا نقعد هنا؟ تقولش اتاكدت انك عادل فعشان كده غيرت رايك؟ ابدا، انا قررت ما امشيش من هنا قبل ما اصلح كل حاجه. حاجات ايه دي اللي انت عايز تصلح؟ البلاوي اللي عملها عادل بيه، عايز ارجع لكل انسان حقه اللي اتنهب منه، واداوي الناس اللي اتجرحت من عمايله. طب لما انت واثق ومتاكد انك مش عادل، عايز تصلح غلط انت ما عملتوش ليه؟ جايز القدر بعتني انا بالذات عشان اصلح غلط ارتكبه انسان تاني في حق ناس مظلومين. لا يا استاذ، ده انا دكتور حسان، الكلام اللي انت بتقوله ده اسمه احساس بالذنب، ومحدش بيحس بذنب عمله حد غيره. قصدك ايه؟ قصدي ان كل كلمه قلتها بتؤكد انك عادل. We'll be right back.
قتلتني يا ناوي، قتلتني يا ابن العبيطة. ما كانش قصدي انت عودين. انا اللي اتقتلت يا ناوي، انا اللي اتقتلت. عودين ايه اللي يغطينا يا ولاد؟ الحرش عطني، الحرش عطني. زي دي انت اللي كان لازم تقول الاول انت ناوي على ايه. احنا هنتعزم على بعض. بتسرعك وغبائك خليتيني اخسر اتنين من اكفى واشرف في جدتي. اتنين كنت مستعينهم في العمليات الخاصه. مش اخويا اللي اتنيل بلانيني عليك وعليهم. المشكله دلوقتي ان فيه تعبان سايف في الفيلا زمانه طايح فيها يمين وشمال. طب ما تبعت حد فيه يفتش عليه ويطلعه ويمسكه. طلعه ويمسكه. المصيبه اللي بيزها في التعليم اتقتل يا مسحه. مين؟ مساء الخير يا عادل. مساء النور. ممكن اتكلم معاك شويه؟ اتفضل يا فوزي، اتفضل. خير خير ان شاء الله. بصراحه يا عادل انا مش عاجباني احوالك من ساعه ما جيت. صحيح انا معضل ظروف المرض، بس مهما جت الظروف المفروض انك انت لازم تتغلب على الظروف دي وتشوف نفسك واحوالك. ليه؟ لان النفر بينا. ايوه معاك. خد بق برطمان، خد في السيجارة، خد بق برطمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما تزعلني خلاص لك برتقال. ده كلام يا راجل. لا لا كملها بقى، كملها كملها يا فوزي كملها. يلا بالسلامة بالهنا والشفاء. يا سادة الواحد روحه كان هتطلع. الحمد لله يا جاز سليمة. ما علينا. أنا كنت عايز أقول إن أنا والمرحوم جلال كنا ماشيين العزبة هنا زي الساعة في الغياب. بس المفروض فيك إنك أنت كمان لازم تنزل الارض وتشوف برضو مصالحك بنفسك. يعني لا سيما ان الكل هنا ايه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ايوه عشان ايه؟ مالك يا فوزي في حاجه؟ لا مفيش، بس حاسس بتقلص في بعدتي. ما توهمش نفسك تلاقيه برد ولا حاجه. لا 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 مش برد. ايه يا راجل ما توهمش نفسك. لا لا ده ألم شديد شديد قوي. ده شديد قوي قوي. ايه فوزي ما تخضنيش عليك. مالك في ايه؟ حاسس ان بعدين بتتقطع. طب ثانية واحدة هجيب لك برتقال. برتقال برتقال برتقال. أنا اتسميت. طب بالراحة. اتسميت يا عم. بالراحة بالراحة. اتسميت يا حالي. اتسميت. انا سميت. طيب انا سميت. طيب فوزي انت سميت. انا هتخنق. سميت ازاي؟ عملت ايه؟ عملتها بنت المجنونة. فوزي البرتقال، البرتقال كان مسموم يا عادل. سامحني يا عادل، ده ذنبك يا ابن عم. صدفة غريبة إن أنت وأخوك لما تموتوا يبقى على لسانك نفس الكلمة. خد بالك من إلهام يا عادل. طب قول لي أخد بالي يعني إيه؟ يعني أهتم بيها ولا أحرص منها؟ ها؟ قول قول. معقول يا دكتور؟
الدكتور تسيبه لوحده في الظروف اللي هناك دي؟ يا اختي مها انا ترجيته يجي معايا هو اللي رفض. مهما كان ما كانش لازم تسيبه لوحده برضه. لو سمحت احنا لازم نروح نجيبه من البلد دي حالا وباي شكل. انا اروح البلد دي تاني؟ لازم وباسرع ما يمكن، لان اي تاخير مننا فيه خطر اكتر على حياته. تقدر تقول انت جاي هنا عاوز ايه؟ ده زينات اللي جابوه غار وراحوا بستين داهي. يلا انت كمان من غد ما ترد بدل ما تحصنوا. حاضر حاضر، بس خالة زينات مش انت المفروض خرصة وطرشة لمؤاخذة يعني؟ ايه اللي نطقك دلوقتي؟ حصلت معجزة، عندك مانع؟ خد بعدك وامشي من هنا، خلي الواحد يعيش على راحته يومين في العزبة بعد الوغش اللي كان فيها. انا ماشي يا ست زينات، بس قبل ما امشي في سؤال لازم تجاوبيني عليه. اتكلمي، انا عادل ولا مش عادل؟ يا مكرم اضربني يا جبان. غريب، ده ايه اللي جاب صورته هنا؟ جرام عزوز، انت تقعد تعرف الجران القديم وسايبني كده؟ عدم المؤاخذة يا ابو السيد، اصل الراجل اللي صورته في الجران ده صاحبي وحبيبي. ونبي خد كده اقرا لي الكلمتين اللي مكتوبين عنه. هذا الشاب هل هو مريض بريء ام مجرم خطير؟ مجرم خطير؟ انا والاستاذ احمد كنا زملاء بالعافيه مع بعض في زنزانه واحده في ابو زعبل. يعني انت متاكد ان صاحب الصوره اللي في الجريده دي هو نفسه احمد اللي انت تعرفه؟ هو طبعا شكله متغير شويه عن ايام ما كان معايا، بس هو الاستاذ احمد. انت اخر مره شفته امتى؟ من 10 سنين. كنت ايامها بقضي 7 سنين في جناية ضرب افضى الى موت ولا مؤاخذه. امال هو كانت تهمته ايه؟ كانت تهمته سياسه، اصله كان ولا مؤاخذه من الناس اللي بيمشوا على الشمال دول. بيمشوا على الشمال يعني ايه؟ الناس بتوع الشمال دول يا بيه يعني قصدك اليساريين يعني؟ عليك نور يا بيه. بس شهاده لله التهمه دي كانت لابسه زور. ايش عرفك بقى؟ هو انا تايه على الاستاذ احمد؟ ده احنا كنا 10 سنين في زنزانه واحده، وبعدين انا فتحته في الموضوع ده مع بعضينا يعني. اللي قول لي يا استاذ احمد، ده عدم المؤاخذه يعني شيوعي؟ مين اللي قالك الكلام ده عزوز؟ مش مهم مين اللي قال، المهم يعني عدم المؤاخذة. انت كده ويهمك في حاجة انك تعرف اذا كان ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ايوه طبعا، وانا لازم اتأكد، بس مش قادر اصدق الكلام اللي بيقولوه عنك ده. ايه بيقولوا ايه؟ اصلهم بيقولوا ان الشيوعيون دول ناس وشهم كشر وغاويين فقر، ودايما بيحبوا يعملوا مشاكل ويهيبوا الناس على بعض، والأفهم من كده بقى انهم ناس كفرة ما يعرفوش ربنا. عزوز هاي. احنا مش كل يوم بنصلي في المسجد بتاع السجن؟ بيحصل. ورمضان اللي فات مش صلنا سوا؟ حصل. ابقى كافر ازاي يا بني ادم؟ عزوز ايوه انت حمار. وقال لي حقيقي يا عزوز، انت عندك حق في كل اللي بتقوله،
لا يا عزوز، انا قلت لك انك حمار. ولا لا مؤاخذه يعني، الاستاذ احمد فين؟ معلم. ايه عايز ايه؟ ما لاقيش عندكم اوضه فاضيه. معاك حق البيعته؟ كام؟ ليله ب30 سعر. خد جنيه اهو تحت الحساب، امسك جنيه اهو. يا جدع انت مش تقول لي هنام فين؟ نام فين؟ هتطلع تنام فوق. فوق فوق ده نمره كام؟ نمره كام؟ عندناش نمره. خش في اول اوضه تقابلك بعد ما تطلع السلم. يا دكتور حسان، ما جالكش برضو ولا اتصل بيك؟ طيب بقول لحضرتك ايه، ممكن تجيلنا النهارده ضروري الساعه 7؟ اصل في واحد اتصل وبيقول انه يعرفه كويس من زمان، بيقول كمان ان اسمه الحقيقي عطيه. انا وعطيه كنا مجندين في كتيبه واحده في غزه ايام نكسه 67. بعد الهزيمه والانسحاب رجعنا وسلمنا نفسنا للكتيبه بتاعتنا. كنا كلنا في حالة لا تسر عدو ولا حبيب، اللي قاعد مذهول من اللي شافه واللي عمال يرطم ويعيط مش مصدق اللي حصل، واللي نزل عليه سهم الله ورفض ياكل او يشرب او يتكلم. وفجأة فوجئنا كلنا باللي عمله عطية لما تهجم على قائد المعسكر في اوضته. ايه ده عسكري؟ انت اتجننت؟ ازاي تدخل عليا بسكينة المكتب؟ ايه اللي حصل ده يا سيادة القائد؟ حصل فين؟ هناك في سينا. دي حرب والحرب فيها غالب وفيها مغلوب. لا هارد لك، دي في الكرة بس، الكرة بس فيها غالب ومغلوب على رأي القائد محمد لطيف، انما الحرب فيها قاتل يا مقتول. وانا مش خارج من هنا دلوقتي لما تقول لي احنا اتقتلنا بالشكل ده ليه؟ اتقتلنا بالشكل ده ليه؟ هي دي الحرب. وهل حاربنا؟
يا ريت كنا خربنا، احنا ما لقيناش. احنا اتخذنا غدر، اتخذنا غدر على سهم سد القايد، اتخذنا غدر واحنا مرميين في رمله سخنه، لا في ضل تضلنا ولا في ميه تبل رينا، اتخذنا غدر واحنا مرميين في الرمى في الخنادق ما تقبلش تعيش فيها فعلا. اسكت، اتخذنا غدر هناك كنتوا عايشين هنا عمالين تتكتكوا وترسموا على كراسي ناعمه واجهزه تكييف. تكنيكات انا هحولك محاكمة عسكرية وخلوهم يعدموك رمية بالرصاص. تاني هما هيعدموني تاني، لسه هيعدموني، ما انا اتعدمت خلاص، اتعدمت شرطة. كلنا اتعدمنا. شرطة ليه؟ شرطة خد الراجل المجنون ده ارميه في السجن. ليه؟ انا حاجة غريبة جدا، ما عملتش حاجة، انا بس الراجل ده هو زعلان ليه؟ انا بسأله احنا اتهزمنا ليه؟ بيقول لي الكورة جوه. كورة جوه ليه؟ انا جاي لك، انا جاي لك تاني. ها رجع لك تاني في الكاس. ها رجع لك في الكاس. سيدتي، أنساتي، سادتي، كابتن عطية مدفعية يحييكم من استاد سيناء. سيدتي، أنساتي، سادتي، لو انتم قاعدين في مدرجات الدرجة الأولى هتلاقوا العدو الإسرائيلي على إيدك اليمين ومصر على إيدك الشمال. سيداتي، يعني سيدي، سيدتي، النهاردة الجو بديع والدنيا ربيع، غطى على كل المواضيع، جو كورة صحيح. لا يا كابتن، لا يا كابتن، مش هاد الكورة، مش هاد الكورة، الكورة جوال والحرب جوال. قال لي الحرب جوال، هو ده الكلام. احنا بنشكر السادة المسؤولين عن الرياضة والمجالس والسادة الوزراء، وزير الصحة والعضلات والمواصلات والطرمات، وسلام كبير قوي يا جدع. صح يا رجال، ايوه صح، صح يا رجال، ايوه صح. في احد المتفرجين بعت لي رساله غريبه بيسال سؤال غريب. لا سؤال غريب، سؤال غريب قوي، سؤال ملوش معنى. قول عايز تقول ايه؟ بعت لي بيسالني، بيقول لي يا كابتن عطيه، معقول اللي حصل ده يحصل ازاي؟ قال لي ده يحصل ازاي؟ طب اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ قولوا لي انتم، اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ قولوا له الحقيقه. ودي اخر مره شفته فيها. عرفت بعد كده انهم ودوه سجن الحربي، وبعدين نقلوه على مستشفى الامراض العقليه، وهناك انقطعت اخباره عن كل اللي يعرفه. طب ومنين تعرف ان صاحب الصوره اللي انت شفتها هو نفسه عطيه صاحبك؟ انت حسب كلامك بتقول ان بقالك 20 سنه ما شفتوش، ودي مده طويله قوي، ممكن جدا تكون نسيه او شكله اتغير. يعني جايز، بس انا متاكد ان لو شفته وكان هو عطيه هعرفه على طول، وهو كمان هيعرفني، لان صعب قوي الواحد ينسى الناس اللي عرفهم في ايام زي دي. الشاي يا اخينا، وايدك على خمس ساعة. حطه عندك، وخد هات لي جرنان وهات لي لقمه كلها، امسك وهات الباقي. خلاص ما تقعدش تقلب لي ساعه، انت بقالك ساعه تجيب لي شاي. ايه ايه يالا، مالك يالا، مالك حاسب الشاي؟ الشاي جبته لي في ساعه، هتجيب لي شاي تاني في ساعه تانيه؟ حاسب الشاي ابو شلم، حاسب يالا. ايه اللي حصل يا اخينا؟ انت اخ، انت فوق فوق. لا حول الله، ايه اللي جرى لك يا اخوانا؟ انتوا عالم اللي هنا يا ناس، يا اخوانا اصحاب لوكاندا. جرى يا جرى انت؟ احنا ما عندناش حد غيرك، عايز ايه تاني؟ تعال شوف الراجل بتاعكوا ده ماله، ماله، عمل لك ايه؟ ما عملش، طب وقع على الارض ساكت، ما حدش منطق. ايه ده، مات يعني في السكة؟ يا دي النهار اللي مش فايت، الله يقل مساجك على الصبح. انت يا جدع فوق فوق، الله يخرب بيتك. ايه ده، ماله متولي؟ قتلته يا مجرم؟ يا جدع انت قتلته ده ايه؟ انت اتجننت؟ ايه ده؟ ايه مالك؟ مالك؟ ابن عمي، انت الصبح اللي تحت يا جدع. انت مالك في ايه انت يا جدع؟ الله يخرب بيوتكم، وانا جايبك تفوقه وتبلط لي جنبه. قوم يا جدع، قوم يا جدع، قوم، الله يخرب بيوتكم، قوم قوم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انصرف انصرف. ده ايه؟ ايه الحكايه يا ولد؟ انا ما عملتش حاجه، انا ماليش دعوه، ابو سيدك يا جدع. انت فاهمني ايه الموضوع؟ فاهمني ايه؟ ما فيش حاجه، ابو سيدك سيبني. تعالى 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 تعالى، ارجع هنا وفهمني ايه الحكايه؟ انا عملت لك حاجه؟ روحنا يا معلم، تعال يا معلم، تعال يا قوم قوم. مش فاهم ايه حكايتك؟ دستور دستور.
حضرتك دستور دستور دستور. فهموني بقى، فهموني ايه الموضوع؟ مرعوبين مني ليه؟ قولوا لي ايه الحكايه؟ حاضر هنقول كل حاجه، بس حضرتك في الاول انس ولا جن؟ انس ايه وجن ايه يا جدع انت؟ الكلام الفارغ ده انت عادي اللي اخزق لك عينك. ما 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 تزعلش سعادتك نفسك. هو معلم اهو قصدي اقول لسعادتك يعني ازاي سعادتك تبقى واقف قدامنا وانت ميت من سنه؟ ميت من سنه؟ ايه بدوا اعصابكوا على الاخر وفهموني بالراحه، انت تعرفوني منين وازاي؟ ده انت كنت طول عمرك ابن حتتنا متربي وعايش وسطينا. الله يرحمك يا حوده يا ابن نبويه، قصدي يا ابن الست نبويه. حوده مين ونبويه مين؟ اتكلم. ما تنرفزوش امال يا معلم، خلي كلامك خفيف عليه، هو هيقعد شويه وينصرف. هتنصرف ها؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليك يا حوده. يا اخوانا افهموني، انا مش جن ولا عفريت، انا بني ادم قدامك اهو لحم ودم. بس اصل انا حصل لي حادثه توهتني خلتني انسى كل حاجه في حياتي. ده هو فعلا الواد حوده انس ولحم ودم اهو. الله، ده كان عايش بقى واحنا افتكرناه مات. اه صحيح، لكن انت كنت فين يا ده حوده المده دي كلها؟ ها كنت فين؟ انا مش عارف كنت فين ولا جرالي ايه، لان زي ما قلت لكم نسيت كل حاجه. يبقى هي الحادثه اللي انت رحت فيها هي اللي فوتت مخك. حادثه ايه؟ اصل المعلم عصفور كان بعدك الصعيد تقضي له مصلحه، وبعدها بيوم جه اللي قال له ان العربيه اللي انت كنت فيها غرقت في النيل وماتوا اللي كل كان فيها. وامي فين دلوقتي؟ من ساعه ما جالها خبرك المسكينه وهي اتجننت ماشيه تخطرف في الشوارع وفين وفين على ما ترجع الحاره. طب وابويا؟ لنعرفه ان ابوك مات من زمان. ماليش اخوات او قرايب؟ انت وامك كنت مقطوعين من شجره عشان كده المسكينه اتجننت، لان ملهاش غيرك وانت مالكش غيرها. انت فين يالا؟ تعالى يا ايه ده؟ حد يعرفونا عشان ساعتين طع ميه؟ حوده ازيك يا حوده؟ حمد لله على السلامه وحشنا يا جدع. ايه القميص النظيف ده؟ شعرك كمان كويه. على اذنك بقى عشان سايب المعلم تحت في القهوه لوحده. سلام عليكم. حوده؟ حوده اللي حوده ازاي؟ الله انت مش فاكر حاجه ولا فاكرنا خالص؟ الله ده ايه شده وحتسول كلها تلات اربع ايام يقعدهم في وسطينا هيفتكر حبه حبه ويرجع اللي فات كله في دماغه ولا ايه يا حوده؟ بس انا كده شايف انك تعبان شويه، بقول يلا بينا اخدك على اوضتك تريح هناك حبه وبكره الصبح ان شاء الله نكمل الكلام بتاعنا على رواقه. قلت ايه؟ ها؟ ماشي واجب عن سنوك يا رجاله. اتفضل يا معلم. يلا بينا. اتفضل يا حوده. يا الاوضه دي ملهاش مفتاح؟ عمركم ما قفلتوها بمفتاح؟ هتقفلوها على ايه حصره؟ بس انت اتغيرت قوي كده يا حوده. اتغيرت ازاي يعني؟ ملابسك، طريقة كلامك، معاملتك، ثم هدومك، يعني باين عليك كده انك استريحت اوي. انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ الله، وكنت غايب فين المدة دي كلها؟ دي حكاية طويلة، حابة احكيها لك بعدين. تحكيها لي؟ هي ايه العبارة يا حودة؟ عبارة ايه يا معلم؟ يعني ما تفتكرش مثلا عملت ايه مع المعلم قناوي؟ معلم قناوي مين؟ اللي كنت بعتك ليه بالامانة. أمانة إيه؟ أصل أنا بقى بعد ما حصلت الحادثة اتصلت بالمعلم قناوي، قال لي إنك سلمت المسائل وقبضت المعلوم. مسائل إيه ومعلومة إيه؟ على كل حال مسيرك هتعرف وتفتكر، إن ما كانش النهاردة بكرة، بعده، بعد بعده، بس أكيد هتفتكر. فاهم يا حودة؟ تصبح على خير يا عسل. كانش النهارده يبقى بكره، بعد بعد بعد.
اللي عايش في اوضه زي دي جايب بدله زي دي ليه؟ ليلتنا عسل. باي باي يا حنكش. مين؟ جولد فينجرز. الحمد لله على السلامة يا واد يا حودة. الله يسلمك يا هاني. ما ديك طلعت بسبعة أرباح أهو يا مضروب. تقولي إيه صح بقى؟ طب مش صح لما ترجع تيجي تسلم ولا خلاص ما بقاش يطمع؟ لمؤاخذة اصل انا يعني ياه صحيح. مهم قالوا لي ان عقلك فاول، على كل حال ابقى تعالالي وانا صنفر لك مخك ولمع لك الطاسه، وما تخافش ان كنت ناسي هفكرك. مين؟ هدى سلطان؟ وحشتني خفه دمك يا مضروب. ما تنساش بقى مستنياك، ما تتاخرش. ايوه يا عم ماشي معاك مهلبيه. مين سراج منير؟ مين ديالها؟ دي نواع من رقاصه. رقاصه؟ بس مش اي رقص ولا مؤاخذه، البركه في صوابعك الحنينين دول. طب ومال صوابع الحنينين ومال رقصها؟ ما انت بالقافيه اللي بتدق لها على الطابله. يعني انا شغال طبال ورا رقاصه بالليل واهواج الصبحيه. مش بقول لك ماشيه معاك مهلبيه؟ طب هي ساكنه فين؟ هي مين؟ المهلبيه. مش قصدي انا عايز اقول ان بقول لك ايه، ناسي مش ناسي انت حر. انا دلوقتي ليا مزاج ارقص على طبلتك. ماشي انا ما اعرفش اطبل خالص. فاشل ده، انت اجدع رقصات البلد يتمنوا يتهزوا على رنتك. ايه ده؟ طب وحياتك من يوم ما سبتني وهجرت وانا بقى كل يوم اجيب طبال شكل، لكن وحياتك ما الاقي صوابع زي صوابعك. سوري. جايز بس انا افتكرت ايه؟ اصلي بقى نسيت الدقه على الطبله مع بقيه الحاجات اللي لا بقى بقول لك ايه، ده كله يتنسي الا ده. ده على راي المثل يموت الطبال وصوابعه تلع. ايوه قالولي. بس اسمعيني بقول لك ايه بقى، ما تقلش مزاجي يا حودة. وبعدين انت مش قلتلي انا عايزك تفكريني بكل حاجة؟ اديني بفكرك اهو. خد امسك. هبا ايه؟ هبا هبا يا فل. صباح. ايه ده؟ انت مين؟ خدمتك نواح. هوبا. ايوه ما تقدر تفكر كل حاجه اهو.
امال كنت بتستعبط ليه؟ استعبط ايه؟ انت نسيتيني شويه اللي انا فاكرهم. اه لو ما كانش دمك خفيف يا اخت نواعي. اخت يا مدموزيل. مدموزيل انا عايز افهم هو ايه اللي حصل بالظبط؟ حصل خير. ها هوبا هوبا. طب ما دام انت بقى ناسي كل حاجه زي ما بتقول، اشمعنى بقى افتكرت البيت نواعم ورحت بيت عندها؟ لا دي قابلتني صدفه في الحاره، وهي اللي عرفتني على نفسها وعزمتني على العشاء، وقلت هي فرصه اروح ادردش معاها يمكن افتكر حاجه. وافتكرت بقى يا اخويا؟ لسه يعني قدامي جلستين ثلاثه ونبقى في الحلاوه وفي التمام قوي. بسمع عاد انت اه، ان كنت فاكر انك هتسوق عليا الهباله على الشيطانه فده بوعدك، فاهم؟ في الفلوس اه. فلوس ايه يا جدعان؟ انت خدت منك حاجه؟ خدت البضاعه وقبضت ثمنها من سنه واكتر. انا بقى متاكد ان البيت نواعم ورا الملعوب ده، واقطع دراعي ان ما كانت لفت دماغك وخدت منك العشر بكاوي وزيتك تعمل عليا تاه واهبل. بقول لك ايه، ما تخلنيش اعملها معاك على الصبح. انا لا اعرف حاجه عن بضاعه ولا عن فلوس على الاقل لغايه دلوقتي، انما صدقني اول ما هفتكر هبقول لك. طيب يا حوده، بس يكون في علمك قدامك يومين اتنين بس، يا تجيب فيهم الفلوس يا اما هقطع خبرك من على وش الدنيا، فاهم؟ بالمناسبه انت ما رحتش لماها او اتصلت بيها؟ اروح لها اقول لها ايه يا حسان؟ تقول لها ايه يعني؟ دي هتتجنن عليك، عايزه تعرف عنك اي خبر. طول المدة اللي فاتت دي ما خليتش لا مستشفى ولا اسم ولا شارع الا ما سألت عليك فيهم. حسان انا ومها بقينا سكتين بعاد عن بعض، مش ممكن هنتقابل تاني. انا مش موافق على كلامك ده، ولو انت ما كلمتهاش انا هروح اقول لها انت فين. اوعى اوعى حسان، وإلا انت كمان مش هتشوفني تاني. فهمني ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انا ما عملتش، هي دي الحقيقة، الحقيقة اللي قعدنا ندور عليها لحد ما رجليا خدتني ليها غصب عني، الحقيقة اللي كنا متصورين ان يوم ما هنعرفها هتقربنا لبعض اكتر، لكن للأسف بقت السبب اللي هيفرقنا. طب ومين قالك ان هي دي الحقيقة؟ كل اهل الحارة هنا. اهل الحارة ايه؟ طب ما في ناس برضو قبلهم قالوا لك انهم يعرفوه. لا كذابين ونصابين، لكن الناس اللي انا عايش معاهم هنا ايه مصلحتهم انهم يكذبوا او ينصبوا على واحد زي صبي اهواجي؟ طب بلاش، حسام مش قالك على العسكري والبقال اللي قلنا واكدونا انهم يعرفوك برضو؟ كلهم انهم اتنين، فده اكبر دليل ان الكلام ده مش صحيح، مش ممكن ابقى شخصين في وقت واحد. ثم حسب كلامهم قالوا انهم ما شافونيش من سنين طويله، اتعرفوا عليا لمجرد صوره صغيره منشوره في الجرنان، لكن الناس اللي انا عايش في وسطيهم لمجرد انهم شافوني قدامهم لحم ودم كلهم اكدوا ان انا حوده صبي الاهواجي. انت مستحيل تكون حوده، ومش احساس اللي بيقول كده، المنطق. انت لا كلامك ولا عقليتك ولا تصرفاتك تقول انك حوده صبي القهوه. حتى لو كلامك ده صحيح ومنطقي فانا لازم افضل حوده، لان هي دي السكه الوحيده اللي قدامي واللي غصب عني لازم امشي فيها. انت سواء كنت حوده او غيره فده شيء ما يهمنيش، انا ارتبطت بيك انت مش باسمك وشغلتك. ايوه بس اسمي وشغلتي دول يهموا ناس تانيين. لو ارتبطت بيكي اهلك عيلتك ابوكي اللي مجرد انه يعرف حقيقتي مش هيشرفه ابدا اني ادخل بيته او هو بناحيته. مها ما تخليش عواطفك وخيالك يخدعوكي او يضحكوا عليكي، مستحيل مستحيل ترتبطي بطبال ولا رقاص ولا رجع عشره. سكر وحلاوة جميل ولا عندي خبر، حب دلع وشقاوة، سكر وحلاوة يا قمر، سكر وحلاوة جميل ولا عندي خبر، دلع وشقاوة، سكر وحلاوة، سكر وحلاوة، سكر
سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر طالة دي كتير؟ والله يا حسين اخويا ما اكذبش عليك مش كتير 50 جنيه في الليلة 50 جنيه؟ يعني ده غير النقطة ساعات بتوصل 100-150 جنيه 150 جنيه في الليلة؟ ايوه طبعا ده تفلها 200-250 ده غير ايام الخميس والحد اشمعنى يعني؟ عشان الخميس والحد الافراح بتبقى كتيرة ربنا يوفقك انت تستاهل كل خير الله يخليك ولك يا حسين نعم انت بقى بتوصل لكام؟ لا انا الحمد لله الحمد لله استاهل الحمد مهم انت بيطلع لك المستشفى كام؟ لا اصل احنا في المستشفى ما بناخدش بالليل انا عارف يعني بتلقط كام؟ اصل احنا ما عندناش نقطة يا جدع فاهم بالشهر بتاخد كام في الشهر؟ كتير ها؟ كتير كتير الحمد لله سيبك سيبك بقى من الكلام الفارغ اللي انت بتعمله ده وسيبك من شغلك والمستشفى وتعالى سلك معايا اسلك يعني ايه؟ اتسلك يعني ايه؟ هتمسك طابله وتبقى طبال سكوندو سكوندو ازاي يعني؟ يعني انت هتنقر وتملى جو وانا اقسم طبال مساعد يعني لا وانت صادق طبال امتياز انت لسه برضو الفكر تايه عنك كحوده لسه يا معلم الله انا مش قايل لك ما تلعبش معايا على فكره فاضل في مهلتك يوم واحد والا هترجع وتبقى المرحوم حوده 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 يا ترمس امك ستنا بويا جد خد راحة جنبوية ابنك عايش ما ماتش الحمد لله على السلامة يا أمه وغشتيني عليكي انت مين؟ انا حودة يا أمه انا ابنك كذاب انت لا ابني ولا عرفك كلامي ده بس طب اسألي كل الناس واسأل الناس ليه؟ هو انا هتوه على ابني اللي انا شلته في بطني مش القصد مش القصد بس انتي جايز تكوني تعبانه او مش واخده بالك لو دققت شويه وبصيتيلي انا حوده انت لا ابني ولا انا اعرفك لكن ايه انت صحيح فيك شبه من ابني لكن انت مش هو اوعى بقى خلينا احضر له الاكل ده جاي زمانه طول النهار ما ده تعالي هنا كلميني اسمعيني بصيلي لازم تقوليلي انا حوده ولا لا
انت كذاب. ان كنت جدع اكشف دراعك الشمال قدام كل الناس. حوده كان له تعويره في كتفه الشمال ما راحتش لحد دلوقتي. وريهم. شايف؟ شايفين؟ شايفين الكذب؟ ده فاكرني مجنونه بتضحك عليا؟ هتروح النار. هتروح النار. امال انا ابقى مين؟ قولوا لي انتوا انا ابقى مين؟ انتوا اول ما شفتوني قلتوا لي ان انا حوده. لازم تقولوا لي دلوقتي انا ابقى مين؟ قالكوا كلامي لما قلت لكم ان الحكايه دي مش داخله دماغي. الفائد الذاكره قال. وانت معلم عصفور؟ انت معلم عصفور؟ انت اكتر واحد متاكد ان انا حوده بدليل الفلوس اللي طلبتها مني اول ما شفتني. فلوس المخدرات اللي بعتني ابيعها لك. اخرس عاد. مخدرات ايه؟ انت عايز تودينا في داهيه؟ انت هتسول هبل على الشيطانه؟ خدوا الواد ده وضبوه. انت اللي قلت ان انا حوده. انت جاي تعيق علينا الحاره انا؟ امال الست اللي اسمها نبويه كانت فين اللي كله بيحصل؟ لا نبويه فاعت الجنبه وخصص ملح وداب. طب وانت وانت بتتكلم معاها حسنها واعيه ومدركه اللي بتقوله ولا كانت غير متوازنه عقليا؟ ودي تفرق معاك في حاجه حسن؟ معايا انا تفرق كتير. لانها لو كانت غير متوازنه عقليا يبقى هنصدقها ازاي؟ قصدك ايه؟ قصدي مش بعيد ابدا انك تكون حوده وهي ما عرفتكش لانها اتجننت واتهبشت في نافوخها. وانا بقى بعلمي اللي هوصلك للحقيقه. لا لا خلاص كفايه كفايه بقى. انا مش ممكن هرجع الف جوه الدايره دي تاني. انا عايز اقول لك لو انت دكتور حسان انا صدقت ناس كتير. حاولت الف مره اكون الشخص اللي بيتكلموا عليه. كانت النتيجه ايه؟ ولا حاجه. بالعكس تهت اكتر. تهت اتشتت. اتورطت في مليون مصيبه. لحد ما وصلت للحاله اللي انا فيها دي مفيش ملامح مفيش معالم. لا مش ممكن مش ممكن هسيب الشواهد تتحكم فيا او تخدعني. مش هخلي الناس تضحك عليا تاني وانت اولهم. ريلاكس. ابعد عني. ريلاكس. ابعد عني. بس انا هبقى نفسي. تعالى ما تسيبنيش. انا هبقى نفسي. ما تسيبنيش. انا قربت اخد الدكتوراه. لا هيزودوني 10 جنيه. سيبني. اسمع اسمك ايه ده؟ اسمعني. ابني مش عايز. هب عليك. ما ايه ده؟ ما مالك؟ ماليش. مالكش ازاي؟ ده انت شكلك تعبان قوي. بالعكس ده انا في الوقت ده بالذات في احسن حاله ممكن تشوفيني فيها. انا خلاص خفيت. بجد؟ ايوه. خفيت ازاي؟ قول. ما طلعتش حوض الطبار. امال طلعت مين؟ مش عارف ومش هحاول اعرف لإني من هنا ورايح مش هصدق إلا نفسي وبس. ومش هكون إلا الشخص اللي أنا عايزه، مش الشخص اللي الناس عايزة تختارهولي. طب افرض اكتشفت بعد كده إن الحقيقة غير اللي أنت عايزه. الحقيقة هي الشيء اللي إحنا نقتنع بيه ونحسه ونصدقه. مش الشيء اللي يقول لنا عليه الناس. مها إذا كان امبارح ضاع مني فأنا مش هدور عليه تاني، لإني مش هفكر غير في بكرة. مها تحب تعيشي معايا بكرة؟ بكرة بس؟ بكره وبعده وبعده وبعد بعده وكل يوم. ودلوقتي انا قدامك اهو صفحه بيضة. بس الاول هتسميني هتسميني ايه؟ اسميك يا سيدي. اسميك فكرت اسميك يا سيدي. افتكرت افتكرت يا مات افتكرت افتكرت اللي ما اعرفش.